معكم معكم ماجدة أزنك، هذيك اللي سماو فيها هي بنت ديك السيدة مسكينة اللي هي غارديانا على راسنا وعينينا. الخدمة ما كتعيبش، وبنتها الله يهديها باش تلاقى مع امها، ولكن ما تسبيوهاش فيا، حرام عليكم. ماما تعذبات وعمتي تعذبات وعائلتي كاملة تكرفسات بسببكم. انا كنقول هذاك السيد ولا هذيك السيده اللي دخلوا بهذاك الفوكونت، جو سي با، ما بغيش نسميه باش ما نديرش لكم الباز، ما طلعوش على ظهور عباد الله، ما طلعوش على ظهور عباد الله، حيت اللي بغى يكون راجل يكون بكتافه، ما طلعش على الناس. هذه غير الحياه، اما الباز ويوتيوب وفيسبوك سا باس. الله يهديكم. الوغ انا بغيت نقول لي فان ديالي، الناس اللي هما كانوا معايا وحضروا معايا، كنقول لكم شكرا بزاف. والناس اللي كانوا ضدي انتما كنقول لكم شكرا بزاف، حيت ماشي مشكل، انا كندير راسي بلاصتكم، حيت ما عرفتوش الحقيقه. ولكن الحقيقه هي ماجدة أزناق ما عندها حتى شي علاقه مع هذيك السيده. كنقول لكم شكرا بزاف. وحاجه اخرى اللي غنقول لكم، هي هذيك السيده الا ما هزتهاش بنتها، انا مستعده نهزها ونحسبها بحال امي اللي حدايا دابا. والله يهدي ما خلق. هذا هو الميساج اللي بغيت نقول لكم. وانا مستعده ان شاء الله غدا غادي نمشي عندها حتى لكازا، وغنتلاقى انا وياها باش نوريكم انها هي ماشي ماما. وشكرا.